نحن قلقون بشأن مشروع تنمية جديد في المنطقة الشرقية في السعودية، والذي يهدف إلى هدم المنازل والمباني ذات الأهمية الثقافية والتاريخية في منطقة العوامية. سيؤثر المشروع تحديدا على حي المسورة. سياسات تدمير بعض دول الخليج وخاصة السعودية والبحرين للعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية أثارتها منظمات حقوقية أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان في دورته 34 المنعقدة في جنيف حاليا. منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين استرعت أنظار المجتمع الدولي حيال خطط آل سعود لتدمير حي المسورة التاريخي في بلدة العوامية شرقي السعودية. I would say I think that it's interesting that the Saudis took the opportunity of engaging with this dialogue to praise themselves for trying to make efforts at providing adequate housing and saying that they're creating new housing and 900 new housing units, and yet they just destroyed 400 houses within the historic neighborhoods of Awamiya, and seeing these destructions of historic sites and cultural sites across the country. لكن الدوافع الحقيقية التي تقف وراء تدمير هذه المواقع هي أبعد من مجرد استحداث وحدات سكنية جديدة. آل سعود يريدون الانتقام من المنطقة الشرقية، بالخصوص العوامية لما تمثله من ثقل سياسي وثقل ديني وثقل تاريخي في قبال وجودهم المزيف والدخيل على العوامية. تلك السياسة السعودية في استهداف تاريخ أهل المنطقة الأصليين هي ذات السياسة التي تمارسها عائلة آل خليفة في البحرين وبذات الدوافع. هناك ادعاء من قبل بعض الدول الخليج، ادعاءات ظاهرها ادعاءات دينية ولكن في باطنها ادعاءات سياسية وتاريخية وحضارية لا علاقة بالشعوب الأصليين. إذا على سبيل المثال في البحرين تحديدا، السلطة سعت أولا لمحو آثار تاريخ شعب البحرين الأصيل من خلال وجود شخصيات علمائية وكذلك الأسماء التاريخية في كثير من المناطق. إذا ذكرنا على سبيل المثال مسجد بربغي، إن محو الآثار التاريخية للشعوب الأصيلة في المنطقة يدق ناقوس الخطر ويستدعي تدخلا أمميا لوقف هذا العبث بتاريخ الشعوب. تدمير المعالم الأثرية في السعودية والبحرين نهج اعتادت عليه حكومتا البلدين، وذلك من أجل طمس تاريخ الشعوب الأصيلة في المنطقة. سهر عرايبي للبحرين اليوم من مجلس حقوق الإنسان في جنيف.